مامو في راسها ما تجيش تحتار جلا في الجزائر، ونورمالمون اللغه تاعها ما نهضروش باللغه الفرنسيه. حنا كما قال ربي في كتابه الكريم انا انزلناه قران عربي لعلكم تعقلون. حنا كما قولوا لازم نكونوا العرب، حنا اعاجم ما ترى كبار لازم تعلموا اللغه العربيه، وفرنسا ما تجيش تدخل الجزائر. وكي هربت هذه اللي ذكرت لي عليها، يعني مصيبه، فرنسا معروفه للاعداء كما قال ربي في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.